بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما العادة اعتدنا أن نكون في هذا المؤتمر الدولي للتحكيم المقام بطنجة العالية. هذه المرة شاركت يوم 18 أو الجمعة 18 نوفمبر 2022 بموضوع هو الآتي: القسمة العقارية بين العمل القضائي والاجتهاد القضائي. العمل القضائي بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء أنموذجا، حيث عرجت على تعريف القسمة القضائية، خصائصها، حالة اللجوء إليها، وبعض الإشكاليات التي قد تثار بهذه المناسبة. كذلك اليوم شرفت بأن أرأس جلستين صباحيتين حول محورية الخبرة القضائية، حول دور الخبير في الخبرة القضائية، حول تأطير هذه الخبرة القضائية في التشريع المغربي، حول المنازعة الضريبية في الخبرة القضائية، وحول رصد بعض الإشكاليات القانونية لهذا الموضوع. أشكر جميع المؤتمرين والحضور، كما أشكر جريدة 24 بالدار البيضاء، والشكر موصول للجميع، وشكرا على هذا المنبر الإعلامي المتميز بمدينة الدار البيضاء الكبرى.